في البداية أتوجه لشكر لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على رعايته الكريمة وإطلاق مبادرة أفضل معلم خليجي. صراحة هذه الجائزة نحتاجها في هذا الوقت، لأن احنا في مرحلة مهمة في دول الخليج، ودول الخليج فيما بينها في تعاون وثيق في تطوير منظومات التعليم في دول الخليج، والمعلم له دور كبير في هذه المرحلة الحساسة. المعلم هو العمود الفقري لتطوير أي نظام تعليمي، وتم إعلان اليوم فائز من دولة الإمارات العربية المتحدة وفائز من المملكة العربية السعودية. أما بالنسبة لباقي الدول، اللجنة العليا ارتأت تكريم أفضل معلم كذلك من مملكة البحرين وكذلك من دولة الكويت. كذلك سوف نعمل إن شاء الله مع دول الخليج في عمل منظومة تدريبية مميزة للمعلمين الراغبين في التسجيل في الجائزة، وكيف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، لأن الهدف الجائزة هدف سامي كبير، وهو الارتقاء بالمنظومة التعليمية في دول الخليج وجعلها من أفضل المنظومات العالمية، لأننا نتوجه إلى الثورة الصناعية الرابعة، نتوجه إلى اقتصاد معرفي. عينك على العالم.